Hello my kids, welcome back in a new episode of your program مدرسة على الهواء. أعزائي طلبة طالبات يعني مرحلة الكيندرجارتن اللي هي الحضانة أطفالنا أعزائي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. We are going to complete the alphabet. إزاي هنكمل الألفابيت اللي هي الحروف which you have we taken اللي احنا خدناها the last episode اللي هي الحلقة اللي فاتت. خدنا الالفابيت اللي هي الحروف الهجائية اللي هي الاي بي سي. احنا خدنا الحروف اللي هي زي حرف ايه، حرف الاي، وخدنا عليه كلمات زي الابل والاليجيتور والانت، وخدنا حرف البي زي البوي وزي البروكلي وزي البوك. خدنا كمان حرف السي، حرف السي اللي هو بدأناه معاكم وهنكمله النهارده. We are going to complete it، هنكمله اللي هو حرف السي. وقلنا حرف السي اللي هو بيتنطق حاجتين، هناخدها مرحله ليكم وبالنسبه لكم. هنديلكم بعض الحروف بس البسيطه اللي هي امتى بيتنطق كاي وامتى بيتنطق سي. طيب احنا خدنا كلمه كيرن، كيرن يعني كيرن اللي هي الذره، الذره طبعا عارفين الذره اللي هي الصفراء الحلوه ديت اللي ساعات بنحطها طبعا على اللي هي السلطة او بيكون سلطة، بتكون طبق من السلطة اسمها do you like kern؟ yes I do. طيب what color is it؟ لونها ايه؟ it is yellow. it is yellow يعني لونها اصفر. طيب what can you see؟ لو انا بقول لك دلوقتي الصورة دي قدامك البيكتشر ديت وبقول لك what can you see؟ انت شايف ايه؟ well I can see kern، انا شايف kern. طب kern دي begins with A B C، begin with C. طيب بقول لك كمان give me a word، اديني كلمة begins with C، تبتدي بحرف السي. C corn. طب حد يقول لي يا ميس انت قايله لي اللي هي لسه اسمها C ونطقناها دلوقتي K، حرف الK عشان جه بعدها O. يلا نبص عليها كده، هي طبعا ليها حاجات كتير لكن انتوا في المرحله بتاعتكم في مرحله الكيندر جارتن اول ما تلاقي حرف الاو انطقها كي، ما تنطقش الحرف اللي بعديه على طول. يلا نبص عليه كده، ادي الحرف اللي بعديه، ادي حرف السي اهوت، واللي بعديه على طول حرف الاو. فعشان كده قلت ما قلتش سا، قلت كا، قلت ايه؟ كورن. وخدنا حاجه برضو بتبتدي بحرف السي لكن بتنطق سي زي السيركل، زي ما قلت لك اللي هي في الحلقه اللي فاتت اللي هي can you make a circle، تقدر تعمل سيركل؟ yes I can. لو بتقدر تقول yes I can او no I can't. طيب حد يقول لي مثلا حاجه من على شكل السيركل زي البول، البول لو انا دلوقتي give me a shape as circle زي السيركل، حد هيجيب لي البول؟ البول اللي هي الكوره، الكوره بتاع اللي انا بلعب بيها على هيئه سيركل، سيركل يعني دايره. Can you make a circle؟ yes I can، yes I can make it with my hands، نقدر نعملها بالهاندز. see circle. Can you make see with your hands؟ yes I can make see circle. see cat. حد طبعا يقول لي ما see cat، احنا عارفين كلنا الكات و I like it، انا بحبها كمان. do you like cats؟ انت بتحب الكات؟ yes I like it او yes I do. يقول لي ايوه بحبها، يبقى yes I do. طيب الكات اللي انت عندك اسمها ايه؟ بتبتدي بحرف الـ A، بتبتدي بحرف الـC، وحرف الـC بيتنطق هنا ايه؟ K، عشان بعده ايه؟ بعده حرف الـ A. يبقى خدنا حاجتين دلوقتي، حرف الـC ده بيتنطق بيلخبطني شوية بس هو بيتنطق حاجتين اللي هو الـK او الـA السي. لكن انا بديها لك في المرحله بتاعتك لسه عشان انت بيبي، فلو لقيت حرف الايه السي، السي بعديه الاو او حرف الاي تتنطق كي. زي ايه؟ لو انا دلوقتي بقول لك give me a word، اديني كلمه begins with c and pronounce، بتنطقها كي، ايه؟ كورن. زي ما احنا شايفين ده ايه ده؟ دي بتتنطق صار؟ نو كورن، عشان جه بعدها ايه؟ حرف الاو. طب what color is it؟ لونها ايه؟ it is yellow، yellow يعني اصفر. do you like it؟ بتحبها؟ yes I do، yes I do. do you like corn؟ yes I do. لو مش بتحبها تقول no I don't. طيب is it a fruit؟ هي فاكهة؟ no. is it an animal؟
No, it isn't. Is it an insect? No, it isn't. It is a vegetable. يعني vegetable؟ يعني خضروات. I like it. I like it. يعني بحبه. Okay. يلا نشوف هو جايب لي ايه كمان. Coffee. Coffee القهوة. Coffee اللي هي القهوة. القهوة طبعا اللي مامي او بابي بيحبوها اللي هو dad او mom. طبعا انت مش بتشربها ما ينفعش عشان هي مش على سنك. فنقول كافي القهوة. القهوة اللي ماما او اكيد شفت اللي هو حد من البيرنتس من الوالدين او اي حد بيشرب قهوة. القهوة اسمها كافي. كافي اللي هي القهوة. القهوة وات كالر از ات. القهوة قبل ما تتشرب بتكون عبارة عن حبيبات صغنونة كده بيكون لونها ايه. او حتى وهي احنا عاملينها درينكينج واحنا عاملينها في المشروبات برضو بيكون لونها براون. براون يعني بني. Do you like coffee؟ انا عشان انا ادل يعني كبيرة فاقول yes I do. لا لكن انت طبعا هتقول no I don't. No I don't. اللي هو بالنسبة لمرحلة الكيندر جارتن كي جي انت طبعا هتقول no I don't. طب give me a word begin with C and pronounce اللي هي بتنطق K. زي ايه خدنا من شوية كيرن خدنا كات وخدنا كوفي. كوفي اللي هي القهوة. طب ليه حد يقول لي لسه واخدينها حالا ليه نطقناها كاي؟ عشان جه بعدها ايه يا ميس؟ حرف الاو. جه بعدها حرف الايه؟ الاو. زي ما انتم شايفين السي ديت رايحه اللي بعديها على ايه؟ حرف الايه؟ الاو. كوفي. كوفي القهوه. What color is it? It is. It is green? No. It is red? No. It is brown. Brown يعني بني. اوكي؟ يلا نشوف جايب لي ايه كمان. واو. It is delicious. delicious يعني لذيذة. طبعا شفناها كلنا وكلنا بنحبها طبعا. يمي يمي يعني جميلة جدا. اللي هي ايه؟ اللي هي الكيك. كيك اللي هي الكيكة طبعا. كلنا طبعا مامي بتعمل لنا في البيرث داي بارتي بتاعتنا بتعمل لنا بيج كيك. بيج كيك اللي هي كيكة. الكيكة بيجين with سي اند برونونس كي. بتبتدي بحرف السي بتنطق كي. زي ايه؟ ليه؟ طب حد لسه هيقول لي ليه يا ميس؟ ما احنا لسه واخدينها من شوية. حد يفتكر معانا خدنا كلمة زيها بعدها حرف الاي وبتبتدي وتنطق كي زي كات. كات. كات اللي هي القطة. القطة بعد السي حرف بعد السي حرف الاي عشان كده نطقناها حرف ايه؟ قلنا سات؟ نو no, قلنا عليها كات. كات اللي هي القطة عشان جه بعد السي حرف الاي الاي حرف الاي اي اللي هو الاي اللي احنا خد الاي اللي احنا خدنا زي ايه ابل جاب بعدها الاي. وخدنا كلمة من شوية بتبتدي برضو بتنطق اللي هي حرف الكاي عشان بعد السي او زي كورن. كورن اللي هي الذرة. الذرة الصفراء. وفي خدنا كافي. كافي اللي هي القهوة. I like it. انا بحبها. فبتبتدي بحرف الاي السي وعشان جه بعدها الاو نفتكر كده جه بعدها الاو او الاي فعشان كده نطقناها حرف الكاي. يلا look at it. Look at the picture and say with me. Repeat after me. يلا قول ورايا. Cake. Cake. Cake يعني اللي هي الكيكة. طيب do you like cake؟ انت بتحب الكيك؟ Yes I do. ايوه بحبها. لسه احنا خدنا كذا حاجة دلوقتي وخدناها من قبل كده اللي هي do you like. Do you like يعني هل تحب؟ Do you like cake؟ طبعا انا بحب الايه؟ الكيك. طيب لو انت شايف ايه اللي بقى ايه اللي على الكيك ده يعني what color is it لونها ايه الكيك. هي طبعا على حسب اللي هي اللي هو الديزاين بيبقى عليها. فطبعا اللون بتاعها اللي قدامي في البيكتشر بيكون لونها pink. pink and red. pink اللي هو لون البينك اللي هو اللي احنا بنسميه pink يعني. اوكي. وفي red. red اللي هو الاحمر. شايفين اللي هو اللاين اللي لونه اللاين لونه ريد ده. وشايفين طبعا اللي هو فوق ده لونه طبعا اللي هو ريد. اوكي. but it's pink and red. do you like cake? yes I like it. ايوه بحبها. اوكي. طيب حد يقول مثلا بقول لك what kinds of cake do you like يعني what kinds of cake ما انواع الكيكه اللي بتحبها. حد هيقول لي chocolate cake. اوكي. chocolate cake يعني كيكه الشوكولاته. اوكي. طيب give me a word begin with C. اديني كلمة بتبتدي بحرف C and pronounce وبتنطق K and pronounce K زي كلمة A. cake زي A. cake. okay. what else
شوف ايه كمان. ياس، في كرتون مشهور جدا في العربيات ديت وانا بتفرج عليه، انت بتتفرج عليه. طب العربية دي اسمها ايه؟ العربية دي حد يقول لي يعني ايه عربية؟ هي العربية اللي انا بنركبها عشان توصلني لأي مكان، اسمها كار. كار كار يعني عربية. يعني وانت راكب العربية كده ما تقولش اسمها عربية، تقول لبابا او ماما طبعا اسمها كار. از ات از ا كار، ات از ا كار يعني دي عربية. طيب حد يقول لي احنا ليه نطقناها كاي ما نطقناهاش سي؟ عشان جه بعدها حرف الاي، حرف الاي اللي هو طبعا دايما بعد حرف السي ما بيجي حرف الاي بنطقه، ما تنطقش خالص اللي هي سي، تتنطق كاي. كاي خدناها من شوية زي كاك. خدنا ايه كمان؟ كورن. خدنا ايه كمان؟ كار. كار اللي هي العربة او السيارة. طيب حد انا بسألك انت دلوقتي، do you have a car؟ انت عندك car؟ لو عندك هتقول yes I do، yes I do. لو مش عندك تبقى no I don't. طبعا انا مش هقول، مش هسألك دلوقتي do you like، انت مش بتحب الكارز مثلا، do you like cars؟ yes I do. لكن انا بقول لك انت عندك car، do you have a car؟ yes I do او no. لو انت مش عندك هتقول no I don't. طب بسألك انت، what color of car do you have؟ ايه لون العربية اللي عندك او عربيتك لونها ايه؟ هتقول my car is is واللون بتاعها. هي عندي مثلا اللي قدامي ديت في two colors، لونين، it is red، في واحدة red وفي واحدة اسمها لونها yellow. طب خدنا حاجات من شوية قبل كده لونها red زي ايه؟ begin with a، زي حرف، زي كلمة apple، apple من الفاكهة، و begin with a ولونها ايه؟ red. خدنا حاجة برضو مشهورة واحنا كلنا بنحبها اللي هي لونها yellow، بتبتدي بحرف ال a، بحرف ال b زي banana. وخدنا كمان حاجة دلوقتي برضو concerning c، بالنسبة لحرف ال c اسمها corn، اسمها ايه؟ corn. يبقى it is yellow. يبقى خدنا كذا حاجة لون بالنسبة للألوان، خدنا red، red بالنسبة للايه؟ للأبل. وخدنا كمان اللي هي كذا حاجة برضو red زي الايه؟ لونها سوري لونها يلو زي البنانا والكورن. وخدنا ايه كمان؟ حاجات من انواع اللي هي الانسكس اللي هي البي، بي بي يعني النحله، بيكون لونها اللي هو يلو اند بلاك. طيب لو انا سالتك على الصوره البيكتشر اللي هي الكار العربيه، لو انت معاك كار عربيه بقول لك از ات ا فروت، هي دي فاكهه؟ نو ات ازنت. Is it a vegetable? No, it isn't. Is it an animal? No, it isn't. It is a car. It is a car. Okay? It is something. يعني something حاجة تضيفها معايا. Something يعني شيء ما. Okay? It is something يعني شيء ما. Okay? I like cars. أنا بحب الكارز. My car عربيتي is red. Okay? بتكلم على عربيتي انا مثلا بقول my car، وعشان هي only one واحدة بس فبقول عليها is. وهي اسمها ايه العربية؟ اسمها car. طيب begins، لو انا حطيت رسمت رسمة الكار وفي عندي حرف السي وحرف الكي، هتوصلها match with what؟ هتوصلها بحرف ايه؟ بالكي؟ نو no، طبعا هي هنوصلها match with c، هنوصلها بحرف السي عشان هي begins with c، بتبتدي بحرف السي and pronounce k. طب ليه بتتنطق k؟ حد يقول لي كده؟ خدنا حرفين لو جم بعد السي يغيروا نطقها خالص، زي ايه؟ حرف ال او حرف ال a. تاني اسمه ايه؟ حد do you remember؟ حد يفتكر معايا؟ حرف ال a وحرف ال o لو جم بعد مين؟ جم بعد ال a؟ لا طبعا. جم بعد b؟ no. لو جم بعد مين؟ بعد السي يتنطق اوكي. زي ايه؟ give me a word، حد ريفرش، اعمل ريفرش كده افتكر معايا خدناها قبل كده، زي corn، corn، corn اللي هي الذره الصفراء. خدنا كوفي، كافي القهوه. وخدنا ايه كمان؟ car، car العربيه السياره. وخدنا cake، I like cake. Do you like cake؟ Yes I do، yes I do. What's your favorite cake؟ ايه الكيك بتاعتك المفضله؟ هتقول اللي هي مثلا شوكليت كيك، فانيلا كيك، اتس الحاجة اللي انت بتحبها. طيب لو جينا على الكار ديت وقلنا وات كلر از ات، لو ما عندي صورة تو كارز عربيتين وقلت وات كلر از ات لونهم ايه؟
طيب هما اتنين، فعشان مش هقول is it، هنقول what color are they. لسه حد يقول لي ليه قلنا عليهم are وقلنا عليهم they؟ عشان احنا خدنا they لاكتر من one، اكتر من واحد. لو هي عربية واحدة بس، لو انا بتكلم على الريد لوحدها هنقول عليها it is، لكن لو بتكلم على اليالو لوحدها هنقول عليها it is عشان واحدة برضو. لكن انا بتكلم عليهم هما الاتنين، لو قلت what color are they هتقول لي they are red and yellow. They are red and yellow. Okay. طب انا لو سألتك انت تاني، انت عندك اكيد طبعا، انت مش عندك عربية بتسوقها، انت عندك toy. Is it a toy؟ toy يعني لعبة. It is a toy. It is a toy يعني لعبة على هيئة سيارة يعني، انت اكيد مش هتسوق العربية. فبقول لك what color of your car؟ هتقول لي it is، واللون بتاعها، اللون بتاع العربية بتاعتك. اوكي. يبقى car اللي هي سي car. شوف ايه كمان، ايه ده، حد كلنا عارفين دي طبعا، وفي ناس كتير عندهم الكات as a bat. pat 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 خدنا من شوية، مش bat pat، يعني pat اللي هي الحيوان الأليف اللي انا بنقدر نربيه في البيت، at home او in the house او at house، اللي هو الحاجة اللي انا بقدر اربيها في البيت. الكات، الكات اللي هي so friendly، يعني friendly لطيفة، so nice، فعشان كده انا بقول عليها pet. pet يعني حيوان اليف. طيب give me a word، اديني كلمة begin with t and pronounce k، وبتبتدي وتنطق k، زي سي قلنا cat، car، cake. okay. corn. يبقى عندي كلمة زي مشهورة خالص اكيد احنا عارفينها، cat. cat اللي هي القطة، القطة. طيب لو انا سألتك تاني على الصورة ديت، what can you see، انت شايف ايه؟ لو انا جبت لك الصورة ديت وقلت لك what can you see، ايه اللي انت شايفه؟ تقول I can see a cat. I can see a cat يعني انا اقدر اشوف او شايف cat. cat يعني قطة. طيب القطة ديت اللي احنا شايفينها it is a، حد يفتكر احنا خدنا حاجات عليها كتير، it is a fruit؟ لا طبعا. It is a vegetable؟ No. It is an insect؟ No. It is a boy؟ No. It is an animal. It is an animal يعني an animal يعني حيوان عادي، اللي هو حيوان، الانيمالز اللي هي حيوانات. طيب دي dangerous؟ القطة خطيرة؟ لا طبعا. It is a nice animal يعني nice animal، حيوان لطيف. اوكي. Do you have a cat؟ انت عندك cat؟ لو عندك هتقول yes I do، لو مش عندك هتقول no I don't. لكن طبعا لو انت عندك، لو اكيد كلنا بنحب الكات، دايما تحب الحاجات الباتس اللي هي الباتس عشان بتعلمك التريتمنت وتعلمك التعامل مع الانيمالز، فعشان كده بقول لك do you like cats، بتقول لي yes I do. طب لو انا قلت لك give me a word، اديني كلمه begins with c and pronounce k، تقول لي cat. وخدنا كلمه من شويه قبلها corn، خدنا كلمة كمان اللي هي كايك. اوكي. طيب نشوف ايه هو جايب لي ايه كمان. هندخل على حرف جديد خالص اللي هو حرف الدي. حرف جديد، احنا خدنا اربع ثلاث حروف الاي، وخدنا كلمات كتير، وخدنا اكسبريشن كتير بنقولها في الكيندر جارتن في الحضانة، كل الحاجات دي بتتنطق اورال عندك شفوي، بس كن طبعا لازم نعرف نكتبها عشان كل ما تكبر كل ما تتعلم حاجة جديدة تبقى عندك حاجات فوكابلري كتير، اللي هو كلمات كتير واكسبريشنز تعرف تستخدمها في حياتك، تبقى تعرف تنطق الانجليش كويس. اوكي. فخدنا اللي هو حرف الاي، وخدنا حرف البي، وحرف السي. اوكي. وقلنا خدنا كلمات جديده، اكسبريشن زي كلمه فروت فاكهه، حاجات موجوده في البيت الفروت، وفي انيمالز الحيوانات طبعا، كائنات حيه بنقدر نشوفها اي وير في اي مكان، وخدنا الانسكتس اللي هو الحشرات، وطبعا بنقدر نشوفها زي الانت زي البي، وخدنا الفيجيتابلز اللي هو الخضروات اللي انا I can eat it، بقدر اكلها طبعا، زي ايه، زي خدنا الارتيكوك، وخدنا اللي هو الخرشوف، وخدنا كمان اللي هو البروكلي. اوكي. كيوكمبر هو الخيار، كل الحاجات دي من الفيجيتابلز. في البيبل as you as me، يعني people هم الناس البشر اللي زينا، زي خدنا boy
girl طبعا boy احنا خدنا حرف البي فخدنا كلمة عليها زي من ال human beings اللي هو من ال people الناس يعني فاسمها boy. boy يعني ولد begins with b بتبتدي بحرف البي. خدنا كمان وهو حرف السي حرف مهم جدا بيتغير هو بيتنطق سي لكن هو اسمه سي لكن بيتنطق حاجتين وهو بيتنطق كاي او سي قلنا خدنا حاجتين بس بسيط عليه لكن هناخده بعد كده هو اما بيجي بعديه حرف الاي او حرف الاو بيتنطق كاي زي كيك زي كات زي كور زي كورن زي كوفي دي كلها بيتنطق كاي. طب امتى بيتنطق سي؟ زي سيركل زي ايه سيركل سيركل حاجة بسيطة قلنا التابل ديت على هيئة سيركل سي سيركل. هناخد حرف جديد اسمه حرف الدي. حرف الدي اللي هو زي ايه في العربي؟ عارفين حرف الدال؟ الدال في العربي اكيد طبعا يبقى حرف الدي عندنا في الانجليش برضو اسمه دي نوت دال اوكي اسمه دي. دي زي ايه؟ اكيد لو انت في عندك في الروم بتاعتك في حاجات كتير بتبتدي بحرف الدي زي اول ما بتدخل الاوضه بتاعتك في حاجه بتفتحها كده اكيد بتبتدي بحرف الدي عارفها هي ايه؟ دور دي دور. طب الدي بتتنطق د د قول معايا د د د اللي هو حرف الدي على حسب الحرف اللي بعدها لو جه ايه قول دا لو جه اه قول دو لو جيو برضو داو. نشوف يلا نشوف شكل الحرف معانا ايه. ادي حرف الدي حرف الدي زي ما انتم شايفين الدي كابيتال والدي سمول. الدي كابيتال بيكون لها ايه بيج بيج اوكي بيج ستومك يعني كرش كبير اوكي لكن البي احنا خدنا من شويه اللي هو البي والدي انتوا بتتلخبطوا ما بينهم. البي بتبص ناحيه الايه الرايت ناحيه اليمين لكن الدي بتبص ناحيه الايه الليفت الشمال اوكي يبقى لازم تعرفهم يبقى ايه هما الاثنين شكل بعض لكن الفرق ما بينهم اللي هي البي اللي هي بي بوي لوك هي بتبص ناحيه ايه بتبص ناحيه اليمين لكن الدي ناحيه الايه الشمال. دي دور دي دوج دي دونات اوكي يلا لوك ات لوك ات ذيس اند ساي وذ مي د د د اللي هو دي Okay, look. Deep berry, how crazy. Crazy اللي احنا خدناه من شويه خدنا حاجه اسمها كيك. كيك اللي هو الكيكه. الكيكه كانوا عليها حاجات كده لونها ريد فوق فاسمها deep berry. Okay, بيبتدي بحرف دي دي deep berry دي من الفروتس يعني ايه الفروتس من الفاكهه. الفاكهه نقول I like deep berry. Okay, yeah, I like deep berry cake. انا بحب الديوبيري كيك اللي هي كيكة كريز اوكي يبقى دي دوج دي دور دي دوبري. طب دوبري من الايه من الفروت ولا من الفروتس ولا من الانيمالز ولا من انسكتس ولا من بيبل؟ طبعا من الفروتس الفروتس الفاكهه. دو يو لايك ات انت بتحبها؟ دو يو لايك دوبري؟ يس اي لايك ات ات سويت ات سويت يعني مسكره it is sweet sweet يعني مسكره طبعا فبقول I like it I like it. انا طبعا لازم كلنا نحب الفروتس والحاجات الفريش عشان it is very useful to build our body عشان تبني جسمنا ف it is useful. خدنا كلمه بتبتدي بحرف دي دي berry yes craze do you like it yes I like it what color is it لونها ايه it is dark red dark red اللي هو لونها احمر غامق احمر غامق ريد يعني احمر بس لكن احمر غامق اسمه دارك حاجه اما تيجي تقول غامقه يعني غامقه يعني غامقه اكيد مامي بتقولها لك يعني نقول عليها دارك. طب دارك ريد يعني احمر غامق. نشوف هو جايب لي ايه كمان. واو يس ات از ديليشس ات از also ديليشس يعني جميله جدا اي لايك ات كلنا طبعا اكيد بنحبها. دونتس دا دا يلا قول معايا repeat after me دي the berry دي door دي dog دي donuts اللي هي الدونات اللي احنا مامي بتعملها لنا في او بنشتريها من هي بتكون sweet او نوع من انواع الكيك يعني بتكون it's so delicious delicious يعني جميله. طيب هي اللي احنا خدنا حاجه من شويه برضو من sweets
اللي احنا شايفين الدونات ده ده قول ورايا دونات دونات اوكي بتتنطق على اثنين على مقطعين دونات اوكي يلا ده ده ريبيت افتر مي ده ده اللي هو حرف زي ما بتقوله في العربي لكن احنا في الانجليش نقول عليه ده 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 دوناتس دوناتس اللي هي دونات اللي هي نوع من اكيد انت بتقول عليها دوناتس عامه بتكون من انواع السويت do you like donuts انت بتحب الدوناتس لو بتحبها تقول لي yes I do انا بحبها فاقول yes I like it طب لو انت بتحبها تقول I like انا يعني I طب يحب اسمها like يبقى I like donuts اوكي طيب ليها اطعم مختلفه خدنا من شويه بالنسبه للكيك تشوكليت كيك تشوكليت في برضو تشوكليت تشوكليت ايه دوناتس وستروبيري ستروبيري تشوك اللي هي دوناتس اللي هي بي اللي هي الفراوله يبقى يلا نبص على الكلمه لوكاتيت نشوفها وننطقها كويس يلا دوناتس 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 يعني الدونات begins with A بتبتدي بحرف الدي ودايما حرف الدي مش بيتغير نطقه خالص هو جه لو جه بعديها بس ال H بتنطق ذا ذا هناخدها بعد كده فيما بعد لكن هو ده لو جه بعد في بعض الحروف بتغير نطقه لكن الاغلبيه اللي هو بيجي بيتنطق دي عادي دي لكن لو جه بعديه ال H بيتنطق ذا اوكي دونات وات ايلز واو Oh, it says so, so nice, so nice. Duck, duck, duck البطة طبعا كلنا بنحب البطة. Duck, يبقى do like duck. Yes, I like it. شايفين شكلها أمور خالص. Duck, duck اللي هي البطة الصغيرة اسمها duck. يلا repeat after me. خدنا من شوية دي جي بعدها الأو فقلنا do, donuts. Okay, donuts. زي do, door. دج يلا قولوا ورايا كده خدنا حرف الدي دي جه بعدها لكلمة او فقلنا دو يس دور 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 اللي هو الباب قلنا كمان جه بعدها الاو قلنا دج دج اللي هو البوبي اللي هو الكلب يعني في جه بعدها اليو اليو قلنا دك دك يلا ريبيت افتر مي قولوا ورايا دك اللي هي البطة اوكي طب وات كلر از ات لونها ايه شايفين قدامي اللون ده لونه ايه؟ It is yellow. It is yellow. Yellow يعني لونها اصفر. طب do you like do you like ducks? Yes I do. انا بحبها. طيب where can it live? بتعيش فين البطة دي؟ ممكن تعيش مثلا في the garden او بتعيش at the zoo او بتعيش in water في المية. اوكي؟ طيب ديت is it لو قدامي الرسمه ديت انا جبتها لك على رسمه وقلت لك is it a fruit is it a vegetable is it an insect is it a tool ولا is it a bird لو bird bird يعني طائر طبعا دي من الطيور البطه من الطيور وخدنا حاجه من شويه اللي هي اي bird طائر طائر الطائر بيعرف بيطير طبعا اكيد الطائر بيطير طبعا من غير كلام يعني ايه يطير يطير يعني fly fly هنقول it can it can fly it can fly يعني بتقدر تطير يبقى الدك البطة اللي قدامي ديت it is a duck نحط قبلها حرف ال a وقلنا عليها it لسه مستمرين اللي احنا مش هنقول عليها هي ما خدناش غير حاجة واحدة بس اللي بنقول عليها هي اللي هي البوي حاجة عاقل فنقول عليها هي لكن الباقي كله بقول عليه it عشان غير عاقل البطة دي غير عاقل فعشان كده انا بقول عليها it it يبقى it is a duck وعشان هي only one مفرد فقلت معاها it is a duck طب what color is it لونها ايه it is yellow yellow يعني لونها اصفر اوكي نشوف what is this ايه ده حاجه جميله جدا what can you see انت شايف ايه حد يقول لي انا شايف ايه يا مس It is a deer. Deer. Deer يعني ايه deer؟ اللي هو الغزال. Deer اللي هو الغزال. الغزال اللي طبعا احنا كلنا بنحبه بيكون so fast. يعني fast سريع جدا جدا. وعنده it has got big eyes. زي ما احنا شايفين it has got big eyes. يعني عنده عين كبيرة جدا. طب what color is it؟ لونه ايه؟
لونها ايه؟ what color is it؟ it is brown. brown يعني بني. deer يعني غزال. deer. يلا قول ورايا. دي دونات، دي دور، دي دوغ، دي دير، دي دير. دير اللي هو الغزال. اوكي، طب what color is it؟ لونها ايه؟ لونها براون. it is brown. طب لو سألتك عليها تاني، لو جبت لك اللي هو شكلها الصورة ديت وقلت لك is it an animal؟ هي حيوان، هتقولي yes it is. طب لو قلت لك can it fly؟ بتقدر تطير؟ no it isn't. طبعا دي ما بتقدرش تطير. it can run. run يعني ايه run؟ يجري. run it can run. اوكي، يبقى remember with me كده، خدنا حروف كتير، خدنا حرف الدي ده مهم، زي كلمة ايه؟ زي door، زي dog، زي ايه كمان؟ زي deer، زي donut. شوف هو جايب لي ايه. ديت لعبة، لعبة يعني توي، لعبة يعني ايه؟ toy. toy اللي هي اللعبة اللي احنا بنلعب بيها، زي خدنا من شوية اللي هي الكار، الكار العربية. it is a toy. toy يعني لعبة. لعبة قدامي اللي هي العروسة، العروسة for girls للبنات، فاسمها ايه؟ اسمها doll. doll اللي هي عروسة. doll اللي هي العروسة، يبقى دي doll. دي doll. يلا pronounce with me، يلا قولوا معايا دي doll. طب هسأل حد، نقول له مثلا لو girl قدامي واقول لها what color of your doll؟ ما لون الدول بتاعتك؟ هنقول it is مثلا pink، it is yellow، it is red، it is brown and green. يبقى على حسب اللون الحاجة اللي هي العروسة بتاعتك. طب لو أنا بسألك do you have a doll؟ do you have a doll يعني أنت عندك doll؟ عندك doll؟ yes. لو عندك هتقول yes I do، لو مش عندي هتقول no I don't. يبقى تاني كلمة do doll اللي هي العروسة for girls للبنات، فعشان كده بتبتدي بحرف دي. احنا قلنا دي دول. خدنا كمان ايه كلمة بتبتدي بحرف دي؟ زي دونت. خدنا ايه كمان؟ دوج. خدنا ايه كمان؟ دور. دي كلها كلمات begin with دي، يعني بتبتدي بحرف دي. الدي جي بعدها او، فقلنا دو. اوكي، خدنا اتنطقت شورت، حاجة اسمها شورت يو، هتاخدوها بعد كده زي كلمة دك. دك دي دك، دك اللي هي البطة. خدنا ايه كمان؟ اللي هو الدول، دول اللي هي العروسة. طب what color of your doll؟ ما لون العروسة بتاعتك؟ انت طبعا حت او الجيرد هتقول لي على اللون اللي هو بتاع اللون بتاعها، اللي بتاع العروسة بتاعتها يعني. يعني مثلا اقول it is green، it is red، على حسب اللون بتاعها. فقلنا عليها برضو it. it يعني الايه؟ ليه؟ عشان خاطر دي حاجة غير عاقل مفرد، فقلنا عليها it. واي حاجة only one مفرد فبنقول بعديها is، يبقى it is. it is. اوكي، يعني نبص للصورة عندي. it is a doll. it is a doll يعني عروسة. اوكي، يبقى دي doll. طب what color is it؟ احنا اللون بتاعها ايه؟ it is فيها كذا color. اللون بتاع شعرها مثلا what color of her hair؟ it is brown. what color of her dress؟ dress يعني فستان. it is green. what color of her shoes؟ it is red. يلا نشوف هو جايب لي ايه تاني. ده حرف جديد خالص، حرف جديد اللي هو حرف الاي. كلنا خدنا لغاية دلوقتي اللي هو ال A وال B وال C وال D. خدنا A، يلا repeat after me. A B C D. again A B C D. again A B C D. الحرف الخامس معانا هو حرف ال E. حرف ال E الكسرة، زي حرف ال A الكسرة يعني بنكسر E. اوكي، اللي هو الألف وتحتها همزة، هتاخدوها بعد في العربي او خدتها في العربي، اسمها E. E زي ايه؟ البيضة اللي احنا بناكلها على البريكفاست اسمها egg. في حيوان مشهور جدا جدا بنحبه اسمه elephant.
تي سو بيج او تو بيج يعني كبير جدا، او نقول عليه اللي هو الاليفانت. اي لايك ات، يبقى الاي اليفانت، اي ايج. اوكي، اي ايجل، ايجل اللي هو النسر، طائر كبير برضو بنشوفه، النسر بنشوفه ات ذا زو في حديقه الحيوان اسمها اي اليفانت. يلا نشوف الحرف ده ونتعرف عليه ونشوف كلمات عليه اكتر. اي لوكاتيت، اي ادي الاي، الاي كابيتال، والاي سمول اللي شكلها مختلف تماما عنها، عباره عن السي ومقفوله، هنشوفها دلوقتي. يلا نشوف ده ايه ده. كلنا عارفين البتنجان طبعا، البتنجان اسمه ايج بلانت، اكيد مامي طبعا بتعملها لنا، وده من الفيجيتابلز. فيجيتابلز يعني الخضروات او الخضار، اسمه ايج بلانت. ايج بلانت اللي هو البتنجان. لكن لو انا فضلت لغايه الجي، الجي الثانيه لغايه هنا كده، وقلت ايج، ادي لغايه الكلمه ايج كده لغايه الجي، اسمها البيضه، البيضه اسمها ايج. اي لايك ايج، اي لايك ايج بلانت. بلانت، بلانت لوحدها يعني من الاول البي لغايه التي اسمها الزرع، اي نبات او زرع بنقول عليه بلانت. جمعتهم الاثنين مع بعض، كلمه ايج وكلمه بلانت جمعناهم مع بعض فكونوا معنى كلمه خالص تانيه خالص. ومن انواع الفروتس نو طبعا، من انواع الفيجيتابلز يعني الخضروات، اسمها ايج بلانت. ايج بلانت اللي هو البتنجان او الباذنجان. يلا نشوف بقى، ادي البيضه، في بيضه اهيت قدامي فاقول عليها ايج. طب الايج دي لو واحده بس هنقول عليها ايتيز. طب ايج ولا ان ايج؟ طبعا ان ايج، ات از ان ايج. ان ايج يعني بيضه. فطب ليه حطينا قبلها الايه يعني الان، ما حطيناش الايه؟ عشان خاطر احنا لسه قايلين، قلنا في الحلقه اللي قبل كده اللي احنا لو اي كلمه بيجين بدات بالحرف الشقي او الحرف المتحرك ايه، زي الاي او الاي او الاي او الاو او اليو، تاني قول ورايا اي 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 او يو، A E I O U، بحط قبل الكلمة لو هي واحدة بس بحط قبلها an. يبقى it is an egg يعني ايه؟ بيضة. I like it، I like it يعني بحبها. طب لو انا قدامي دلوقتي الاتنين دول two colors وبقول لك what color of it يعني لونها ايه؟ what color of it، هتقول it is white. احنا شايفين في واحدة لونها ابيض خالص اهوت، يبقى it is white. طب واحدة تانية لونها red، يبقى it is red. اوكي، يبقى it is red or it is white. طيب هقول عليها ايه؟ بنقول عليها he ولا she ولا it؟ قول عليها طبعا it. طب انا سألتك do you like eggs، بتحب الاجز؟ yes I like it، ايوة بحبها. نشوف هو جايب لي ايه كمان. شايفين ايه دي؟ رسمة ايه دي؟ اللي في عينينا كلنا نشاور على عينينا، حاول كلنا كده حط نشاور على عينينا. عينينا اسمها eyes. eyes اللي هو العين اللي انا بشوف بيها اسمها eyes. eyes وبتبتدي بحرف الايه؟ الاي، begin with e. يلا كله يقول معايا e eyes، e eyes. كلنا refer او point to your eyes، point يعني شاور على عينيك، عينيك اسمها eyes. eyes وطبعا مش عين واحده، اتنين، فنقول حطينا لها اس في الاخر فقلنا eyes. eyes اللي هم العينين، وبتبتدي بحرف. طب حد اللي انت لسه قايله لي يا مس اللي هي بتبتدي بحرف الاي ونطقناها، قلنا اي ولكن هنا اتنطقت ا عشان بعدها واي، تبقى eyes. eyes اللي هو العينين. طيب what color of your eyes، عينيك لونها ايه؟ انا هقول my eyes، ما نقولش معاها ايز عشان هما اتنين، نقول my eyes are، وتقول اللون my eyes are brown، are brown يعني لونهم بني. اوكي، واغلبية المصريين بيكون لونهم بني، يبقى my eyes، these are my eyes يعني ده عينيا. what are my color، my eyes are brown. لو قلت لك give me a word، اديني كلمة begin with E تبتدي بإي، خدنا eggplant. eggplant اللي هو الباذنجان، البتنجان يعني، وخدنا اللي هو الإج البيضة، وخدنا كمان اللي هو الإليفانت، الإليفانت الفيل، وإيه كمان؟ الأيز، أيز العين.
يلا look at the picture and say with me. لو أنا جبت لك الصورة ديت وقلت لك say what these, what are these, ايه ديت اللي اسمها eyes. طب قلت لك refer to your eyes يعني ايه refer, او point, point يعني شاور, شاور على عينيك. refer to your eyes, these are my eyes, دي عينيا. refer to your eyes يبقى these are my eyes. okay, يبقى look at the picture, what the, what are these اللي هو eyes, eyes يعني العينين. طب لو انا الجيرل دي البنوته ديت قدامها لونها, لون عينيها مختلف شويه عننا, لو قلت what color of her eyes اللي هو ما لون عينيها, يبقى her eyes عينيها are ايه blue, are blue يعني لونهم ازرق, يبقى e eyes. يلا نشوف ايه دي, كلنا عارفينها طبعا, دي for listening, ربنا خلقها لنا للسمع. السمع اللي هي ear, e ear, ear. طب لو قلت لك refer to your ear, شاور على ودنك. يلا ادي بصباعي هتقول لي شاور على ودنك, refer to your ears, هتقول لي هتشاور عليها زي ما شاورنا عليها من شويه على عينينا, يبقى ear, e ear. اوكي, طب الear دي بنعمل بقى ايه, listening, يعني ايه listen, بسمع بيها, بشوف بيها. لا, يبقى خدنا الايز دلوقتي to see, والear to listen, to listen يعني نسمع, listen. اوكي, يبقى ear, ear يعني اذن, وbegin with a, بتبتدي بحرف الايه, الاي. طبعا مش هقول لك اللون بتاعها ايه, لان طبعا كل الاذن طبعا في كلها اللون البادي بتاعنا لون جسمنا. يس, ايه ده, ده جميل جدا, هو حيوان لطيف جدا جدا, الاليفانت, اي اليفانت, اي اليفانت. اللي هو الاليفانت عنده ايه, بيج, بيج ايه, لسه واخدينها حالا, اللي انا لو شاورت عليها دلوقتي, شاورت لك على دي كده, ايه دي لسه واخدينها, بتبتدي بحرف الاي, بيج ايه, بيج اير, بيج اير يعني اذن كبيره. يبقى ذا اليفانت اللي هو الاليفانت هاز جوت, عنده ايج, بيج اير, بيج اير يعني اذن كبيره. وعنده ايه كمان, حاجه كبيره قوي اسمها ترانك, ترانك اللي هو الزلومه بتاعته, ترانك بتاعته اسمها بيج ترانك. وعنده بيج ايز وفور ليجز, فور ليجز, كان يو كاونت, تقدر تعد 1 2 3 4. اوكي, يبقى هندخل على, طبعا احنا خدنا حرف الاي, حرف الاي اللي هو زي ايج بلانت وايج والفانت, دي كلها اللي هي begin with E, وخدنا ال I وخدنا ال ear. طيب لو انا سألتك على, جبت لك الصورة دي كده وقلت لك is it an animal, هو ده حيوان, لو حيوان هتقول لي طبعا yes it is, ايوة يبقى yes it is. طب لو انا سألتك على ده كده وقلت لك what can you see, انت شايف ايه, what can you see, هتقول I can see an elephant, انا اقدر اشوف elephant, يعني elephant اللي هو الفيل. طيب لو قلت لك what color is it, لونه ايه الفيل ده, عمرنا شفنا فيل لونه red, لا طبعا خالص, عمرنا شفنا فيل لونه brown, no, هو it is gray, gray يعني لونه رمادي, يبقى it is gray. what color of elephant, ايه لون الاليفانت, it is gray, gray يعني لونه رمادي. طيب is it an animal, هو حيوان, حيوان, يبقى yes it is. where can you see, where, where يعني اين, where can you see an elephant, بتشوف الفيل فين, او the elephant, هتقول I can see at the zoo, at the zoo. طيب is it small, small صغير ولا big, كبير, طبعا big. طيب elephant begin, begins with, بتبتدي بحرف ال O ولا ال E ولا ال A ولا ال B, لا طبعا E elephant. طيب بقول عليه ايه, هي ولا شي ولا ات, قول عليه ات عشان هو غير عاقل, ما ينفعش نقول عليه هي, يبقى it is an elephant, وحطيت an قبلها عشان هو بيبتدي بحرف شقي, ولسه قايلين الحروف الشقيه a e i o u, a e i o u, يبقى عشان كده اي كلمه بتبتدي بيها فحطينا قبلها an, زي ايه, الايج ابتدت بحرف الاي فقلت an egg,
مثلا الايج بلانت، خدنا من شويه كلمه ايج بلانت يعني اللي هو الباذنجان اللي هو البتنجان يعني ايج بلانت، فعشان كده هو بيبتدي بحرف الاي فحطيت قبلها ان. ان اوكي، لو عين واحده قول ان اي، لكن العينين اسمهم ايز. الاذن اسمها اير، لكن الاثنين اسمهم ايرز. اوكي، يبقى طبعا لو قلت لك ريفير يعني ريفير او بوينت، بوينت يعني شاور، بوينت تو يور ايرز لودانك، شاور على ودانك هتقولي these are my ears. Okay, point to your eyes. These are my eyes. These are my eyes. Eyes يعني العينين. طيب what's your favorite animal؟ ما حيوانك المفضل بالنسبة لحرف الإي؟ What's your favorite؟ What's your favorite animal؟ تقول my favorite animal is the elephant. Elephant begin with E. Elephant. اوكي، اللي هو الاليفانت. طب لو انا جبت الصوره دي وقلت لك is it small، صغير، ولا is it big؟ اوكي، طبعا it is big. big يعني كبير قوي. elephant، elephant يعني اللي هو الفيل. نشوف حرف جديد خالص اللي هو حرف الاف. حرف الاف حرف جديد بيتنطق ف اللي هو حرف الاف. الاف طبعا في حاجه بتساويه بالظبط في نفس النطق زي ما خدنا من شويه elephant، في حرفين بنفس النطق بيتنطقوا حرف الاف. الاف اللي هو حرف الف اللي هو بي اتش، بي اتش مش بي، البي اللي انا بطلع فيها هوا كتير ده اسمها بي، بي اللي هي البي فور بان، وجنبها الاتش بتساوي حرف الاف في النطق. هي زي elephant، زي الفون، زي كلمة فون بي اتش بدأ بالبي اتش. اوكي، اف هو حرف الاف هو شكله كابيتال زي شكل سمول، اللي سمول بس بتصغر شوية تبقى اقل منها في الحجم شوية. اف يلا نشوف اف هو جايب لي الاف عليها كلمات ايه. عندي اللي هو اف في فج، فج اللي هو التين. اف فج اللي هو التين، كلنا طبعا بنحب التين. التين من الفروتس، فروتس اللي هي الفاكهه، يبقى it is a fruit. fruit يعني فاكهه. do you like fag؟ انت بتحب الفج؟ yes I do. yes I do. okay do you like fag؟ yes I do. طيب حد يفتكر معايا كده يا ميس، احنا خدنا من شويه الحاجه الانيمالز والفروتس والانسكتس والفيجيتابلز. طيب الفج ده is it a vegetable، is it an animal، or is it a fruit؟ دي فاكهه طبعا. هتقول it is it a fruit، هتقول yes it is. ايوه. طيب لو قلت لك is it an animal، no it isn't. طب is it a color، ده لون، no it isn't. طب لو سالتك تاني do you like fag، انت بتحب الفج التين؟ تقول لي yes I like أو yes I do. yes I do. yes I do اللي أنا بحب الإيه الفاك، عشان هو من الإيه، من الفروتس، فروتس اللي هو الفاكهة. طيب what letter اللي هو إيه، بتبتدي بحرف الإيه اللي هو اللي هي بتبتدي الفاك ده begins with A، بالA. لو أنا رسمت لك الفاك ده وقلت لك قدامها match، match يعني وصل، بالاف ولا الاي ولا الاي ولا السي ولا الدي، طبعا هتوصلها بحرف الاف، يبقى اف فج. اف فج. يلا نشوف what color is it، لونها ايه. it is a، it is red. it is هو طبعا من بره كده بتكون dark، لونها بيكون dark red. dark red red يعني لون اللي هو لسه قايلين كلمة dark يعني غامق، وريد يعني احمر، يعني احمر غامق اللي هو dark red، احمر غامق. اوكي، يبقى what is this، it is a fag، قلنا عليها it يبقى it is a fag، وقلنا what is this، it is a fruit، a fruit يعني فاكهه، وقلت لك do you like fag، انت بتحب الفاج، قلت لي yes I do. يبقى احنا خدنا طبعا الحروف اللي هي زي حرف الايه، خدنا حرف الدي وحرف الاف وخدنا حرف السي، طبعا خدنا كذا حرف، خدنا الحرف الاي، اي وبي والسي ودي واي واف،
وخدنا كل حرف بيجي وراه ايه، لو قلنا حرف السي لو جه بعديه الاي او الاو بيتنطق كاي، لكن لو جه بعدها في بعدها حروف كمان زي الار لو بيتنطق كاي، لكن برضو في بعض الاوقات بيتنطق اللي هو سي. وخدنا حاجات اللي هي زي الفروت والفيجيتابل، الفروت يعني الفاكهه وفيجيتابل يعني خضار، والانيمالز يعني حيوانات، والتولز يعني الادوات. دي كلها حاجات انا بستخدمها في حياتي اليوميه في الكيندر جارتن في الحضانه، وطبعا احنا لازم نستخدم الحاجات ديت في كل حاجه احنا بنقولها في البيت. وعرفنا اللي هي الكات، الكات من البات، البات يعني من الحيوانات الاليفه اللي انت بتحبها، اقول لك دو يو لايك كاتس، تقول لي يس اي دو. وخدنا الكالرز الالوان، خدنا الريد وخدنا البلو وخدنا اللي هو البراون وخدنا اليالو، اليالو اللي هو بالنسبه للكورن والبنانا. دي خدنا كل الحاجات ديت في اللي هو الالفابت او ان كيندر جارتن يعني في الحضانه. اوكي ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامجنا مدرسه على الهواء في وقت اخر، ونشوفكم ونسيبكم ان شاء الله.